صباح الخير. صباح الخير جوزيف، لك ولكل المشاهدين. في شيء جديد على المونديال؟ يعني اليوم هو حديث الساعة المونديال. امبارح كان في هيك ترند انه 30 يوم تفصلنا عن اطلاق صافرة البداية بدولة قطر بانطلاق المونديال. بس في عالم بلشت تجي دخلك على قطر من على قطر. يعني في لفتني من يومين في رحلة جايين عم يجوا على البسكليتات. يعني عم يجي بسكليت على الأردن، ومن الأردن عم يقدروا يكونوا يعني عم يعملوا تور. في مطارح على الطيران؟ في زحمة طيران كتير كبيرة. يعني قدر أعداد الطيران بمية، ما بدي أقول أرقام كتير، بس أرقام كتير كبيرة. راح تكون عم تتنقل من قطر على الإمارات، ومن قطر على السعودية. هذا الشيء اللي كنا بنتمنى يصير مع لبنان. يا ريت. الكلفة الكبيرة يلي ابتدت تحضيرات للمونديال ب دولة قطر من سنين، يعني صح. هالكلفة الكبيرة يعني المتوقع أنها تتعوض، أنها تتغطى مع الأعداد. عم بيقولوا أكثر من 1.5 مليون زائر بس. لا، الأعداد متوقع أنه يفوت يدخل على دولة قطر أكثر من 2 مليون. يعني هن عدد التذاكر الموجودة لكأس العالم تتخطى 1.5 مليون. يعني عم تحكي ب1.5 مليون أكثر من عدد السكان. في أعداد. بس الرقم مش قليل؟ لا أبدا منه قليل. لا لا، الرقم كتير كبير. والحلو بالموضوع نقطة كتير مهمة أنا حكيت عنها وبرجع بحكي عنها، عندما أطلق على لقب مونديال قطر هو مونديال العرب. ليش؟ هون أهمية الاستفادة. الاستفادة منا بس لدولة قطر، الاستفادة لكل العرب، لأنه تذاكر قديش في إنعاش اقتصادي. يعني عم تحكي بأعداد كتير كبيرة، لأنه أماكن السكن فولت بقطر. فأصبح في كتير أعداد عم تجي على دبي أو على أبوظبي أو على السعودية، على جدة، الرياض، بيحضروا المباراة بقطر بالدوحة وبيرجعوا بعد ساعتين أو ثلاثة. هيدي أهمية هيدا المونديال، قرب المسافات. هيدا الشيء اللي ما صار بحياته وما راح يصير، لأنه كتير عم ينحكى من يعني قطر قد تكون الدولة الأخيرة اللي بتنظم مونديال منفردة. يعني اليوم عم ينحكى خلص معظم البطولات بلشت تقول أنه سينظم مونديال بالمكسيك وكندا ونيوزيلند مثلا. باليابان، آسيا عم نحكي، باليابان، بعد الدول بنفس الدورة، بنفس الدورة. فهيدا الشيء الأخير بقطر. واللي صار بقطر قرب المسافات. يعني امبارح حدا عم يسألني ليش هالقد عم تركزوا على موضوع المسافات. برجع بقول، إذا خلينا نعطي مثال حتى هيك نبسط الأمور. إذا أنت اليوم بألمانيا عم تحضر مباراة بملعب بايرن ميونخ اللي هو بميونخ، المباراة الثانية عم تصير ببرلين، عم تحكي بثلاث ساعات أو أربع ساعات طيران. يعني أنت عندك مسافة أو أكثر أو أقل شوي، عم تحكي طيران. يعني بدك أنت يومين لترتاح من السفرة ومطارات وبهالعجقة اللي بدها تصير. بقطر شو رح يصير؟ في مباراة الساعة 4، فيك تحضر مباراة الساعة 6، يعني خلصت المباراة بعد ساعتين، هتطلع بالمترو بدك 10 دقايق بتكون بالملعب الثاني. أيوة. في أرقى وأجمل وأحلى من هيك شيء؟ يعني هيدا الشيء إذا بتقعد تفكر فيه ما راح يتكرر. يعني نحن ويكبنا كثير مونديالات وهيك شغلات، أنت عم تحكي بالبرازيل، بالمكسيك، مسافات بتقطع شاقة حتى تقدر تحضر المباراة اللي بعدها. بس كمان برجع للسؤال إنه هل هواة المونديال هن ما بيتخطوا 1 مليون عالمياً؟ لا، نحن عم نحكي هيدول هواة اللي بيحبوا يحضروا، قصدي يعني لايف. يعني انت عم اللي بيحضروا مليارات. يعني نحن عدد سكان الارض هو تقريبا 7-8 اللي بيحضروا على الشاشات. على الشاشات عم بحكي لايف. ما هو بدك انت لحتى يقدروا يجوا على قطر لازم يكونوا قاطعين تيكتس. يعني ما بتقدر تفوت على قطر الا ما يكون معك تيكت حضور مباراة ملعب. وصايرة صحيح مثل سوق سعودة، يعني الواحد ما هو خلص العدد تبع التيكتس. انت اذا قطعت من 3 أشهر تيكتس مثل الطيارة. اللي بيطلع بالطيارة اذا الطيارة فاضية في إلى سعر معين، ولما تفول الطيارة في بعض مطرح او اثنين كيف بدك تقدر، بدك إلى سعر خاص بيصير في علينا، يعني ما راح يكون. واذا فولت الطيارة على الاخر ما بقى في محل، اكيد بصير السعر خيالي، الا اذا انت بدك تترك وتترك يعني حدا ويتنج، بيكون السعر بيختلف بشكل كتير كبير. قطر ما حدا حيقدر يفوت لها الا اللي قاطع تيكت. وفي هن اجراءات عاملينها هي كارت لتقدر تفوت على الدوحه. فهون الاعداد هيدول كلهم بدهم يحضروا بالملعب،
فالأرقام كتير كبيرة اللي فاتة والحركة الاقتصادية اللي بدها تنعش الدول المجاورة بهالوقت بالمونديال. طبعا في إجراءات كتير عم بتصير، يعني في كتير لبنانيين يعني بأعداد كتير كبيرة رح يكونوا عم يشتغلوا بالمطاعم، فرص عمل وجدت للبنانيين ليكونوا موجودين بالملاعب بكل الأماكن اللوجستية، غير من دول عربية طبعا. صح، من كل الدول العربية، بس نحن عم نحكي لبنانيين لأنه المطبخ اللبناني قدي بيشتهر بهيدا الموضوع. وقدي رح يكونوا لهم لمسات واضحة بهيدا الشيء بالنسبة للطيران بدولة الإمارات، بالمملكة العربية السعودية، بعمان، بالبحرين، كل ناس، لأنه ما بتقدر لحالة قطر تساعها العدد الهائل. عم تحكي أنت بمليون بدون فوتو بوقت معين، بوقت قليل رح يكونوا عم بفوتوا على قطر ليحضروا هالعرس العالمي الكبير يلي المشاهد حقيقة أكثر من رائعة، أكثر من مميزة. إذا بتشوف ليل قطر كيف عم بيكون كرمال هيك، برجع بقول شو قال وعم بقوله تقريبا شبه يومي رئيس الاتحاد الدولي جياني أنفنتينو، قال سنشهد مونديال لن يتكرر. هيدا رئيس الاتحاد الدولي اللي عم بيقوله. هو بيبدأ بعشرين، من 20 نوفمبر تشرين الثاني ل 18 كانون الأول اللي بيكون يوم العيد الوطني، بيكون لدولة قطر يتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر. كله مدروس وكله مخطط له باليوم والساعة. نحن نعرف أنه الدولة اللي بتستضيف المونديال مباشرة يعني حكما بيشترك صاحب الأرض، هو بيكون شو مستوى المنتخب القطري؟ المنتخب القطري، المنتخب القطري هو بطل آسيا بالفوتبول، يعني هو بطل آسيا على مستوى الفوتبول. هيدا المنتخب تم التحضير له قبل 10 سنين، عم يشتغلوا عليه، عم بتم التحضير له. مستواه هو بطل آسيا، بالنسبة لآسيا أنت تمثل قارة، أنت بطلة. طبعا في مستويات عالية اليوم، البرازيل وألمانيا وإسبانيا، هيدول منتخبات أوروبية أو من أمريكا اللاتينية اشتهرت وعرفت تاريخيا. نحن كل اللي بنأمل أنه المنتخب القطري يقدم أجمل صورة، لأنه هو رح يكون ممثل العرب إلى جانب منتخبات تانية رح تكون موجودة مثل المغرب وتونس. وبالتالي اليوم المنتخبات العربية مطالبة بأنه تحقق أفضل نتائج، وتحديدا المنتخب القطري اللي الأنظار كلها متجهة له ليكون على القليل. في مفاجآت ممكن تنتظر المحبي الفوتبول بالأسماء الستار بين الفرق يلي راح يتم تداولها وراح يتم الرهان عليها يعني اليوم للفينال؟ يعني عادة معودين برازيل، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، يعني البرتغال، هودي الفرق يلي أكتر شيء الناس بتوقف بصفهم تقول أنا مع هالفريق. الرهان راح يكون على العالم عم تحضر آخر مونديال ليونيل ميسي. ميسي مثل ما معروف أحرز كل شيء بحياته. يعني ما في لقب ميسي ما منه بحوزته، منه بالخزينة تبعه. لقب واحد يفتقد له هالأسطورة هو لقب كأس العالم. كأس العالم ما قدر ميسي يحصل عليه أكثر من مرة، بالفريق يلي لعبه ولا مرة، بالمنتخب البرازيلي، بالمنتخب الأرجنتيني. ميسي ولا مرة أخذ كأس العالم. وبالتالي هو رح يكون المونديال الأخير، عشان هيك في تعاطف حتى اللي بيحبوا الأرجنتين أو ما بيحبوا الأرجنتين متعاطفين هيك نوعا ما مع ميسي أنه يحرز هاللقب. التحليلات الرياضية دايما بتقول أنه القدرة المادية هي كمان بتحدد قدرات كل فريق وتدريباته وتحضيراته قبل ما يشارك بأي مباراة، كان بالباسكتبول كان بالفوتبول. يعني نحن عم نحكي عن بعض الدول العربية لقدراتها المادية ميسورة. يعني وعالميا يمكن عم تربح عليها بعض الدول العالمية لقدراتها المادية أقل. هون شو اللي بيلعب دور؟ هيدا الشيء بالنسبة المال لحاله منه كافي. يعني بالرياضة المال منه لحاله كافي. أوقات بتلاقي أنت عداء من دولة أفريقية متواضعة جدا، هو بط متخطي كل المنتخبات الأوروبية وبيحرز المركز الأول بالركض. أوقات بتلاقي يعني لاعب تنس تريليونير متخطي كل اللاعب، يعني ما إلها علاقة الأمور المالية. أوقات هي اللي بيلعب الدور الأساسي. أنت اليوم التنشئة، الموهبة، تبني جيل صح، تبلش من القواعد الأساسية اللي هي الفئات العمرية والمدارس لتوصل لجيل. المال هو مساعد بشكل كتير كبير، لأنك أنت بتقدر تعمل معسكرات، تقدر تكون موجود بمحافل عالمية، ولكن لحاله منه كافي. هيدا الشيء اللي يصير مع الدول العربية. أكيد الإمكانيات موجودة، كرمال هيك اليوم دولة قطر بلشت وأنشأت أكاديميات كتير كبيرة مثل أكاديمية إسباير بالدوحة، وبلشت الدول التانية عم
تعمل تبلش من النشأ تبني تبني حتى تقدر تكون في حدا من اللاعبين اللبنانيين ممكن يلعب مع مباراه بشي دوله عربيه مثلا يعني؟ لا، اللاعبين اللبنانيين نحن اللاعبين اللبنانيين المواهب موجوده بس الامكانيات ما موجوده. كرمال هيك اليوم الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات اللي بيكونوا بكاس العالم، ونحن كلنا امل بما انه صاروا 48 منتخب العدد، واسيا اصبح لها منتخبات أكثر رح يكونوا موجودين. المنتخب اللبناني عنا كل المقومات وعنا الجيل الصح لنقدر نتمنى أنه الإدارة تقدر تكون قادرة وتوصل المنتخب اللبناني ليحقق حلم بأنه يكون عم بيشجع بلده بالمونديال. أنا قبل ما أختم بس بدي أقول الاتحاد الدولي الفيفا أصدر لائحة بأدي كل منتخب أدي مجموع الجوائز. 440 مليون دولار رح يكون مجموع الجوائز التي ستقدم للمنتخبات الفائزة والوصيف. المركز الأول رح يكون عم يتقدم له 42 مليون دولار. هلأ رح نشوفهم بركي على الشاشة. في ريبورت لازم يبروح؟ لا مش ريبورت، هيك اللمحة. anyway على كل الأحوال 42 مليون دولار المركز الأول. يعني اللي بياخد كاس العالم رح ياخد 42 مليون دولار. المركز الثاني رح يكون عم ياخذ 30 مليون، الثالث 27 مليون، الرابع 25 مليون دولار، ومن المركز الخامس الى المركز الثامن رح يكونوا عم كل منتخب عم يحصل على 16 مليون دولار، وبالتالي المجموع هو 440 مليون دولار كجوائز للمنتخبات المشاركه بالمونديال. اللي بتتقبضهم هي الفيفا. فالاتحاد الدولي هو يقدم هيدي الجوائز كجوائز اذا بدك تحفيزيه حتى تكون هي عم تقدر تحقق المنتخب. يعني بطل العالم راح يكون عم يحصل على مبلغ وقدره 42 مليون دولار. مش يعني مبروك سلفا. اكيد. في شيء بده يمرق عنا فيديو ولا لا؟ هيدول هن كل التوفيق طبعا مجددا لممثل العرب المنتخب القطري ولدوله قطر على الاستضافه الرائعه يلي تقريبا انتهى كل شيء وبدات الاحتفالات الليليه بالنهار. بالدول العربيه في عنا قطر والسعوديه المنتخب اللي راح يكونوا مشاركين بكاس العالم. قطر، المملكه العربيه السعوديه، المغرب وتونس، أربع منتخبات عربية سيكونوا ممثلين عن كل العرب بالمونديال والعرس العالمي الرائع يلي الأنظار كلها متجهة له. شكرا لك بوب، نشوفك نكست ويك نالله راد إن شاء الله. يلا.